بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا نهضروا على ديك الطريق ديال زايو راس الماء اللي راها في طول الانجاز اللي عطاتها شي مقاولة راه خدامة فيها بغض النظر على الاسم ديال المقاول. هذاك الطريق على المعاينة اللي درنا لها حنايا كمواطنين كتبان في الوقت الحالي ديك الطريق راه مغشوشة وكتبنا ترجع مشقين وداك الطريق ما كتفرحش الصراحه يعني للمستقبل. وحنا بغينا ان شاء الله شي حاجه اللي دار نيشان وتكون فيها ليشان حاضره. وكما كنشوف انا داك الشيء يعني ما غاديش يفرحنا ولا يفرح البلاد حيت يبان لي المقاولين كيهزوا غير الفلوس وما كيخدموش خدمه ليشان. حنا زايو كبلد قريب ديالنا بغينا نمشيو ليها على الدوام. كنتمنى ان شاء الله انا اللي سرا توصل على اساس انها مصلحه عامه وداك الطريق تخدم بليجان وديمقراطية. وان شاء الله يعني كنتمنى كما كيتمنى يعني الشعب المغربي ان دار شي حاجه ديال المصلحه العامه باش اللي يعمل الجواب ديال المسؤولين وديال المقاولين وداك الشيء هذاك. وان شاء الله يكون الله خير في ديك الطريق ان شاء الله. نفرح سوق بريزو ذي الوقت ذي نلا أنقي ملاميذا قرقا طويل حق نغل الفرح قبريزو التفاقد القرويين إوا سيدي النشاط زايدة النشاط إن شاء الله يكمل عليها ربي بخير وخلا خير. رحنا فرحانين سيدي بهذا الطريق وحتى اللي جرى فيها واللي راه خدام فيها الجورنيل فرحنا من حتى يدي ربي البركة حتى في هذاك اللي خدم هنايا. وسمعت باش غادي يدي واحد الكلمة حلوة وإن شاء الله كاع الجيل اللي جاي غادي يفرح بهذا الطريق. نفرحوا فرحنا فرحانين يعني قبل ما توصل غير كانوا يتقدموا هنايا كنا فرحانين مذروق الفرح كبير. يعني أحسن من اللي كانت قبل والله يا ودي وهاي درك اللي راه كنا فرحنا بهذا الطريق يا وسيدي ودرك رحنا يا وسيدي اللي دار اللوطو راه يتمشى اللوطو ديالو مزيان بالباسكليت كذلك وزيد الله يا ودي. الطريق مزيانة ومليحة واللي خدمة إن شاء الله مليح ترحب بها وإن شاء الله احنا فرحانين بها بزاف. لا سيدي الطريق مزيانة وحنا مخيرين كنا نعدو بزاف هاد الطريق مكرفسة ما هي تمشي لزايو ما هي تمشي لبركان. المهم في هاد الساعة الحمد لله مخير الطريق ما واصلاش 3 شهور كانت بعدا مصوبة معدلة مخير والحمد لله في هاد الساعة الله يرحم الوالدين شكرا بارك الله فيهم. كم كيقولوا زعما غادي يصوبوا الطريق منا واحد كيلومتر 700 غادي نكونوا ان شاء الله مزيانين غادي نفرحوا نعم سي تكون شو المعوانة مخير يعني هذه ديال البيست ديال البيست ان شاء الله في ناحيه قارب وحنا كان غادي نستعدوا ان شاء الله كان غادي نفرحوا بها ان شاء الله مي يكون الطريق مصوبه من السبت غادي نكونوا مزيانين ان شاء الله. السبت ولا داود السبت ولا داود ان شاء الله وشكرا ان شاء الله يكون خير.